حلقتنا اليوم حنحكي عن اضطراب النوم والأرق. إيش هو الأرق؟ الأرق فعلياً إنه الواحد ما يقدر ينام بالليل بسهولة. الأرق إنه الواحد يقوم بالليل وما يقدر ينام، أو يقوم أكثر من مرة، النوم المتقطع، أو الناس اللي بفيقوا كتير بكير وما بيقدروا يرجعوا يناموا. أغلبيتنا منعاني من الأرق بسبب المشاكل اليومية، بسبب التفكير بإشياء بدنا نعملها باليوم التالي لا إحنا بدنا ننام. مشان هيك إيش الأكلات اللي بنقدر ناكلها عشان نخفف من الأرق ونخفف من مشاكل النوم اللي عم بتصير معانا؟ أول إشي بطلبه منكم إنكم لازم تشربوا مي بكمية كافية 2-3 لتر من المي. ليش لازم تشربوا 2-3 لتر من المي؟ عشان نقلل من الجفاف اللي هو من أكتر العوامل اللي بتساعد بالأرق. كل ما شربنا مي نخفف الجفاف، منساعد جسمنا يشتغل بطريقة طبيعية، ومنساعد نخفف التوتر والسترس عشان نقدر ننام بالليل بطريقة طبيعية. اللبن نرجع نحكي لكم انه هو من الاكلات اللي كثير مفيده، بيساعدنا انه ننام بالليل واحنا مرتاحين، فيه بروبايوتكس بيساعدنا من تخفيف التلبكات المعويه وسوء الهضم اللي ممكن يصير معنا. طب بس اللبن مجد، الحليب ما بيفيدنا؟ بلا، بيفيدنا اكيد الحليب. الحليب من الشغلات اللي بنفضل انكم تشربوها بالليل للناس اللي ما عندهم حساسيه من سكر الحليب، وهو سخن لانه بيهدئ الاعصاب، بيساعد على ترويق الجسم من الستريس، وبنفس الوقت تقدروا تناموا بطريقه طبيعيه. قمر الدين والمشمش، تقدروا تشربوا كاسة قمر الدين على الفطور، أو تاكلوا 3 حبات مشمش مجفف قبل ما تناموا أو بفترة بعد الفطور لما بدنا نحلي، بساعدنا على تخفيف برضو التوتر وبساعدنا إنه نروق أعصابنا. اليانسون، البابونج، الكرفس، الخس، المرمية، كل هاي الشغلات من الأعشاب اللي إحنا معانا إنكم تقدروا تشربوها، بتهدوا أعصابكم، بتروقوا، حاولوا قللوا من التوتر الموجود بحياتكم عشان تقدروا تناموا بطريقة طبيعية جداً، نوم مريح وجسمكم يحرق زي ما بدنا. تكون صحتكم منيحة ورمضان كريم عليكم كلكم.